كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك شخص فقير كان يبحث عن عمل، ولكن حصلت له قصة غريبة. إذا كنتم تريدون رؤية هذه القصة فاضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفاعلوا جرس التنبيهات، وبس خليكم مع الفيلم وتشاهدة ممتعة. صباح الخير، واخيرا اجى الصبح. عجيب، الدنيا مطر والاجواء برد. خلي اكل لي شوي. اكو تفاحه مويه. اوكي خلي اكل لي هاي التفاحه ووراها اشرب لي هاي المويه. والله شو اسوي هسه يا اخي، والله اني بعد جوعان. والله خلي اروح الغني اول مره. يا اخي والله هذا الغني عنده كثير فلوس، والله خلي اروح له. هاي جاري، هلا. عجيب، ماكو حد في البيت. اوكي اعتقد يشتغل. بلا خلي اروح للمصرف اول مرة. جتني فكرة، اني هسا ما عندي شغل، كل شي ما عندي، اكل ما عندي، بيت، حتى البيت اللي عايش بهاني شنو يا اخي، بيت من زبالة. والله اجتني فكرة، ليش هسا ما اروح له للمصرف، هو يشتغل بالمصرف، اروح اقول له شغلني عندك. اوكي بس خلي اروح اول مرة. هاي سلام عليكم. هاي صديقي. وعليكم السلام. اقدر ادخل؟ عليكم السلام. اقدر ادخل؟ تفضل، المصرف مفتوح، تفضل اخي. حبيبي تفضل. هلا وشلونك؟ اهلا وسهلا. شو مسوي؟ اهلا وسهلا بيكم مصرف اوجل اسطوره. هلا. بالفلوس والحوالات وكل شيء. شلون اقدر اساعدك اخي؟ صديقي الصراحه اني اجيت لهنا مو حتى اسحب. نعم؟ مو حتى اسحب فلوس ولا اجي. الصراحه اني ما عندي شغل. قول شلون اقدر اساعدك؟ ما عندي شغل والصراحه اريد اشتغل هنا، ممكن؟ اوكي. انت حاليا تبحث عن وظيفه صحيح؟ شنو خبرتك؟ شنو مؤهلاتك؟ عندك خبره؟ عندك مثلا بس دقيقه بالي ليش ملابسك وسخه متسخه وريحتك؟ ليش شنو شبيك يا اخي؟ والله الصراحه ما عندي بيت، ما عندي شغل، ما عندي اكل، كل شيء ما عندي. أوكي يا اخي. أوكي. الله يعينك. اسمع، احنا عندنا وظيفه بالمصرف. صدق؟ اي بس نحتاج موظف. الموظف لازم يكون بشروط كلش سهله. عندي كل الشروط. ايش هي؟ اقدر امشي، اقدر اتحرك، اعرف. لا. اعرف عد من 1 لـ10. والله انا اسطوره. انت عد 1 لـ10، انا عد 1 لـ100. اوكي اسمع، انت راح اذا راح تحصل الوظيفه. اول شغله اذا راح تحصل وظيفه، اول شيء كم راتبي؟ الراتب راح يتحدد بعدين حسب خبرتك، بس اقل شيء 2000 دولار بالشهر. اوكي 2000 دولار. اي لان انت راح تشتغل بمصرف متروس فلوس. الوظيفه مالتك، اسمعني انا حاليا ما راح اتكلم وياك هواي. اللي يريده من عندك باكر الساعه، بس قل لي شنو اسمك، خلي اسجله يمي. انا اسمي امير. اوكي امير. امير شنو؟ امير سلو. امير سلو. اوكي خلي اسجل اسمك هنا. اوكي امير سلو. اوكي حاليا سجلت اسمك يمي هنا بالمصرف. باكر الساعه بالـ9 الصبح. بيش ساعه بالـ9 الصبح؟ مالك باكر اجيك. مالك اسمعني خليني اقول لك، باكر الساعه بـ9 الصبح راح نسوي مقابله مع الاشخاص اللي يبحثون عن وظيفه، وانت اول شخص اجى. اذا انت حصلت الوظيفه راح مبروك لك، تصير تشتغل. والله حبيبي حبيبي تاني. من باكر الـ9 الصبح اكون يمك. اوكي ان شاء الله. اذا تتاخر دقيقه واحده تنفصل. لا 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 لا, لا والله ما انفصل. 2000 دولار يا اخي، والله فرصه العمر هاي. ما عليك اجي. اهلا وسهلا بيكم مصرف التقفيص الاسطوري الاوجا، مع السلامه. هسه خلي ارجع البيت يا اول مره. يا اخي والله الصراحه انا جوعان. والله خلي اروح ازرع. المزرعه طلعوا. اوكي بس خلي اشيل المزرعات اول مره، وهسه خلي ازرع. اوكي قبل شويه حصدنا، هسه نزرع. اوكي واروح اسوي لي كم خبزايه واروح انام. ها هي يا اخي. وبعد مرور 9 ساعات من النوم استيقظ الفقير. صارت 6 بالصبح. بعد الدنيا فجر. هسه خلي اروح اول مره اسوي لي المقابله، واعتقد بعدها نايم. اوكي هسه خلي ادخل اول مره. والله هسه 6 بالصبح. هاي جاري اصحى من النوم، اصحى قوم 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 يلا تعال. صبح الخير. نسوي المقابله الساعه 6 الصبح. منو انت يا اخي؟ اني اخي اني الامس اجيتك قلت لي راح اسوي لك مقابله، وانطيتك اسمي وكل شيء. ليش يا اخي؟ شوف الشمس اجت. اي افتح لي الباب يا اخي. والله نعس الشمس. ايش الساعه 6؟ اي منو انت؟ بس قل لي منو انت يا اخي. اني امس اللي اجيتك وقلت لك اريد اشتغل وما ادري شنو، وقلت لي تعالي بالـ9 بالصبح. ذكرتك اللي تبحث عن وظيفه بالمصرف. اريد ابحث عن وظيفه. اي اوكي هسه انت جيت هنا بما اقدر اساعدك. انا حاليا مو بوقت الدوام. يا اخي انت قلت لي اذا تتاخر دقيقه لو دقيقتين تقدر تنرفض من وظيفتك، فاريد يا اخي اريد احصل لي 2000 دولار.
والله العظيم انت مبين موظف ممتاز، انت التزم بالوقت وتجي التزم. اي التزم التزم. اي اسوي شيء. انقلع انقلع انقلع. ليه يا اخي لا تطردني؟ تعال قلت لك تعال المصرف بالتسعة، مو تجي لي بالست البيت. اوكي معلش معلش، الساعة 9 اجيك. اوكي اوكي قبل التسعة بدقيقة تجي. حسبي الله ونعم الوكيل من هيك ناس. ثاني ايش ورطني وظفت هذا الشخص؟ اريد شغل اريد شغل اريد شغل. وبعد 3 ساعات استيقظ الغني. اريد شغل. ايه اريد شغل. يلا يلا شو وقت تصير الساعة بالتسعة؟ اريد شغل. شنو الصوت؟ اريد شغل. اي منو؟ هلا شانك. اريد شغل اريد شغل. يلا يلا تعال ندخل. يلا تعال تعال سوي لي المقابلة مالتك. يلا 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 شغل 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 شغل. اوكي اوكي ابقى هنا ابقى هنا. اوكي 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 اوكي. لا تجي التزم. ايش عجب ماكو ناس يمكن. اوه اليوم جمعة شو ورطني وجيت. شنو اسمك قلت لي؟ انا اسمي امير سلو. اي افتح لي الباب يا اخي. تفضل جو تفضل تفضل. شكرا لك شكرا لك. اهلا وسهلا بك بمصرف التقفيص العالمي. اليوم راح نبحث بس دقيقه، لازم نبحث عن وظيفه بانتظام وحسب الاصول والنظام والقانون. اول شيء انا اجيب السجل مال الاسماء اللي عندي. اوكي السجل احمد علي مصطفى عمر كرار لا لا زينب لا لا. اوكي امير سلو احمد. حاضر 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 امير سلو حاضر. كي شنو ما حد جاي اليوم جمعة. اليوم جمعة بس أنا أجيت. أوكي بس أنت أجيت. إيه إيه. اسمع المقابلة ما راح تكون بطريقة سهلة. المقابلة تحتاج مؤهلات. أول شغلة أنطين اسمك الثنائي. أمير شنو؟ أمير بن سلو بن سلو. شنو هذا اسم؟ أوكي أمير سلو راح نسميك أمير سلو. أوكي. إيش قد عمرك؟ إيش قد عمرك؟ عمري 18 سنة. أوكي 18 سنة. حلو حلو، يعني سن القانوني مناسب يعني تشتغل ويانا. شنو مؤهلاتك حتى تشتغل ويانا بالمصرف؟ اعرف عد من 1 لـ10. مؤهلاتك شنو؟ شهادتك اريد شهادتك. شنو شهادتك؟ شهادتي ازرع تبن وازرع لي جزر وخبز. شنو خبز ويت وهاي. اوكي تعال افتح الباب افتح الباب. ها افتح الباب اطلع برا. لا اريد اشتغل. 2000 دولار 2000 دولار. افتح لي الباب. 2000 دولار اريد 2000 دولار. شنو ليش؟ عبالي عندك شهادة، عبالي عندك شهادة هندسة محاسبة. حسبي الله ونعم الوكيل من هيك ناس. هسه شلون ورطه هاي؟ يعني 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 2000 دولار راحوا علي. لا يا اخي بليز يا اخي وظفني، والله انا فقير وكل شيء ما عندي. بليز لا بليز. لا اله الا الله. اسمع يا اخي والله كلش فقير انا. تعال خل اوكي جاي لك جاي لك دقيقه خل افهمك شغله. اوكي جاي لك. اسمع اسمع اطلع برا اطلع برا يا اخي اطلع. اسمع المصرف اول شغله يشتغل على النظام وقانون، ما يصير اوظف شخص ما عنده شهاده. اسمع يا اخي عندي 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 شهاده في الزرع يا اخي. يا شلون افهمك شلون افهمك؟ لازم عندك شهاده. اقول لك شغله، روح ما تتوظف، روح روح انقلع. لا يا اخي بليز اعطيني فرصه يا اخي بليز. وانا جايب وانا شورطني ناس فقره. انقلع. حسبي الله ونعم الوكيل. جيبنا اريد ناس نظيفين عندهم امانه يا اخي. ملابس ليش تكلي زي كذا؟ الله ينتقم منك يا اخي. ليش يا اخي ليش تحتقر فيني وما تقدرني يا اخي؟ شو مسوي لك انا اصلا؟ ما احترمك. يلا برا روح يا اخي. انا روح يلا. انا انسان زي زيك روح. يا اخي والله راح ما تروح. راح يجيك يوم وراح تندم. اذا ما تروح اشتكي عليك. يلا راح يجيك يوم وراح تندم. اوكي يلا حسبي الله ونعم الوكيل. اصلا اصلا هذا صاحب المصرف معينني هنا وانا صاحب المصرف صرت. شو تريد تسوي سوي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. جاي لي فقير يريد يشتغل بالمصرف، عبالي عنده شهاده شيء. يا اخي ليش رفضني يا اخي؟ شو مسوي له انا يا اخي؟ يا اخي هسه يعني حتى هسه اكل ما عندي يا اخي، شو اسوي هسه بالضبط؟ يا اخي شوف حتى اغراضي والله شو اسوي هسه بالضبط؟ ها جتني فكره اسطوريه. هسه بما انه هو هذا الغني يشتغل، ليش ما اروح لبيته واسرقه؟ ها يا سهلة، أقدر أكسر هذا القزاز وأدخل أسرقها يا أخي، هذا كلش غني. أوكي خلي هسه أدخل. أوه شنو هذا يا أخي؟ بحياتي كلها ما محصل لي حبة من هاي. واو عجيب هذا. شنو شلون حصله؟ أوه ماي جاد، شوف الذهب اللي عنده. إيه خلي أخذ لي هذا الدايموند. أوكي أنا هسه أعتقد لازم أهرب يا أخي. هنا أكو كاميرات، نسيت أني اكو كاميرات. لا انا بديت اخاف. لا 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 خلي ارجع كل الاغراض يا اخي. يا رب ما يكفطني. على السريع. نسيت انه اكو كاميرات اصلا. نسيت. خلي ارجع كل شيء هنا. هسه شنو الورطه هاي؟ هذا مكسور القزاز.
يلا معلش اوكي هسه والله اجتني فكره هسه ليش ما اروح المصرف يا اخي والله المصرف بي اكثر فلوس والله فكره اسطوريه بس اعتقد المصرف ما بيه كاميرات ايه ما بيه كاميرات ما بيه هسه خلي بس انتظر هذا الغني يطلع من المصرف ووراها اروح ادخل لهناك واسرقه وبعد ما انتظر الفقير الغني حتى يطلع من الشغل حصلت له قصه اخرى اوكي اوكي خلي اروح اسال البيت والله بسرعه 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 الجو جاي يوم الدنيا جاي تمطر لا تبلل اهم شيء اهم شيء انا عندي فلوس هالفقير طردته والله دوخني يريد شغل ما ادري شنو اوكي وصلت للبيت وصلت للبيت هاي شنو هاي شنو الزجاج مكسور احد داخل البيت يخلي شي فلوس موجود ما سارقين شيء والله اعتقد هواء او رياح او شلون اقول ما ادري اعتقد الجيران كسروا الجامعة بالغلط مو مشكله باكر اصلحها خلي ينام هسه احسن لي هسه خلي يستغل الفرصة واروح اسرق البنك والله البنك بيه هواي فلوس اكثر حتى من هذا الغني اوكي خلي يدخل البنك اول مرة عنده بلوكات ايميرالد اكثر اشي نادر بهذا الكون كامل هذول شو اسمه الايميرالد همين عنده دايموند هسه خلي اخذ كل شي هنا اخذ كل شي خلي اخذها اول مرة بس اعتقد عندهم مكان سري فوق هذا والله خلي اصعد بهذول البلوكات ايه عندهم ذهب اوكي بس خلي اخذ الذهب اول مرة اخذ كل شي اوكي هسه خلي ارجع هسه اروح لبيتي واروح اخليهم في مكان سري عندي مكان سري ما حد يعرفه بس انا اوكي خلي الصوت لا كشفني اسمع صوت لا خلي اشرد خلي اشرد منو جاي يركب هذا لا بليك لا يكشفني والله ما ادري منو هذا يا رب لا انا راح اشوف شنو ايش بيركب لا قبل لا يكشفني خلي ينزل على السريع يا رب خلي اروح مكان سري اسد عليه هذا الطير السلام عليكم ما راح اجاوبه عجيب ما حد بالبيت جاي يسمع صوت بس مين يجي ما راح اجاوبه مين جاي والله ما ادري اعتقد انا حلمان ما ادري اعتقد شفت شخص يركض منا والله ما ادري يا رب ما يكفطني يا رب روحي روح لا شنو اعتقد هذا جنينة اعوذ بالله شنو هنا لا روح اصوت من جوا الارض من هنا هاي شنو مكان سري منو موجود جوا سامحني بليز سامحني خوي شنو سامحك شو مسوي انت ما ادري لا كل شيء ما مسوي اوكي خلاص يلا هسه خلي شنو هاي الصناديق شو موجود بيها لا تفتح صناديقي لا سامحني اقول ها منين جبت هاي الاغراض اوكي عرفت مين جبتها يا اخي والله ما سرقتك والله ما سرقتك سرقت المصرف مو يا اخي شلون عرفت يا اخي اوكي انا ما راح اظلمك عندنا كاميرات ايضا بالمصرف وراح اشوف اوكي الصبح راح اشوف واذا اي شيء مسروق انت راح تتحمل مسؤوليتك لا وبعد مرور يوم كامل دخل الفقير السجن يا اخي صار لي اسبوع هنا انا في هذا السجن يا رب يجي احد ويطلعني يا اخي والله طفشت وبينما كان الفقير يدعى الله ان يطلع من السجن حصلت له قصه اخرى هذا منو هلو. السلام عليكم حبيبي بعدك موجود بالسجن ها سرقت المصرف يا اخي والله اجوني الشرطه ودخلوني للسجن بليز طلعني يا اخي بليز انا ما اقدر اطلعك انت حاليا موجود بالسجن وتعرف شنو عقوبتك تكلمت مع القاضي وتكلمت مع الشرطه لا. عقوبتك قالوا راح تنسجن سنتين بالانا تبقى يعني سنتين راح ابقى بهاي الزنزانه اي اوكي اسمعني انت مو قبل جيت لي تريد شغل صح ولا غلط حاليا لقيت لك انت وظيفه بالسجن مده سنتين اذا كنتم تريدون رؤيه الجزء الثاني من هذا الفيلم ومعرفه كيف طلع الفقير من السجن فاضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس التنبيهات دادي شتتو يلا 1 2 3 بعدين اسكت اقول لك يلا 1 2 3 دادي شتت خلاص العصفور وانت هواي العصفور بعده موجود